أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الساعة الثانية من برنامج المشهد اليوم. في هذه الساعة، بعد مقتل الناشطة الأمريكية عائشة نور بنيران القناصة الإسرائيليين، النشطاء الدوليون باتوا في مرمى النيران الإسرائيلية. ونتابع أيضا في هذه الساعة ماذا وراء السعي والجهد الإماراتي في الاستثمار في النزاعات القائمة في الدول العربية، ولماذا تحتفي الصحافة الإسرائيلية بمحمد بن زايد. السلام عليكم مشاهدينا، أجدد الترحاب والتعريف بضيوفي هنا بالأستوديو، الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون الإقليمية، والأستاذ محمد وريور الصحفي والباحث السياسي، وأيضا الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي. إذا بعبارات القلق فقط، عبرت إدارة الرئيس بايدن عن تعليقها على قتل الجيش الإسرائيلي للناشطة الأمريكية عائشة نور إزجي، ومع استشهاد عائشة يرتفع عدد من قتلهم الاحتلال في الضفة الغربية وغزة من المتضامنين الأجانب إلى 13 قتيلا. عن قلقه العميق ويطالب بالتحقيق في مقتل المتضامنة عائشة نور إيجي. أعرب البيت الأبيض عن قلقه العميق إزاء مقتل المواطنة الأمريكية عائشة نور إيجي التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاج ضد المستوطنات في الضفة الغربية. وبحسب صحيفة الجارديان، فقد طالبت واشنطن إسرائيل بالتحقيق في الحادث الذي أثار ردود فعل قوية على المستوى الدولي. وقالت الجارديان إن عائشة نور تعد ناشطة سلام تحمل الجنسية الأمريكية والتركية، قتلت بعد أن أصيبت برصاصة أثناء مشاركتها في احتجاج أسبوعي ضد توسع المستوطنات في بلدة بيتا قرب نابلس. ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات حركة التضامن الدولي التي أكدت أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد على الناشطة مما أدى إلى مقتلها. ما هي قصة 13 متضامنا أجنبيا قتلوا في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ سلطت شبكة بي بي سي الضوء على مقتل عائشة نور إيجي الناشطة الأمريكية التركية برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات في بلدة بيتا بالضفة الغربية. وقالت الشبكة إن هذا الحادث يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية القاتلة ضد الناشطين والمتضامنين الدوليين. وأبرزت بي بي سي في تقريرها عدة أسماء، من بينها راشيل كوري الناشطة الأمريكية التي قتلت عام 2003 عندما دهستها جرافة إسرائيلية في غزة، وتوم هريندل الناشط البريطاني الذي توفي في 2004 بعد إصابته برصاصة من قناص إسرائيلي في رفح، وجيمس ميلر المصور البريطاني الذي قتل في 2003 أثناء تصويره في قطاع غزة، وسفينة مافي مرمرة التركية التي تعرضت للهجوم من قبل القوات الإسرائيلية في 2010، مما أسفر عن مقتل 9 ناشطين. أبدأ معك أستاذ ياسين التميمي، كيف تبعت مقتل الناشطة الأمريكية من أصل تركي عائشة نور؟ الإسرائيليون يقتلون الشهود، وهذه مسألة ليست جديدة بالنسبة إليهم، ويقتلون وفق المنطقة التوراتي، لا شيء يعيق مشروعهم حتى لو كان الذي قتلوه أمريكيا. عائشة قتلت لأنها نشطة أمريكية، قتلت لأنها تحمل الجنسية الأمريكية، لأنهم لا يريدون شخص يسلط الضوء على جرائمهم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وهذا امتداد لسلسلة من الجرائم كما ورد في التقرير. راشيل كوري التي تحمل الجنسية الأمريكية عندما دهستها بالجرافة، يعني نعم في غزة، هنا لا التباس، لا التباس، قتلت وهي ناشطة أمريكية وتحمل الجنسية لليوم الأمريكية. لليوم قضية راشيل مفتوحة. يعني القضاء ما زال يتحرك، والقضاء الأمريكي ليس مستعدا لمتابعة هؤلاء طالما هم يسقطوا على يد الإسرائيليين، لأن الهدف مشترك في النهاية. أي شيء يعيق المشروع التوراتي، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتقاسمان الهدف ذاته. ينبغي إزالة كل هذه العوائق التي تقف أمام المشروع التوراتي فيما يتعلق بالسيطرة على فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر. فهذه فلسفة، هذه رؤية عقائدية، أعتقد أنها تستهين بكل شيء مهما تقدس، يعني مهما كان حرمته. وطبعا لا يوجد أقدس من الدماء ومن روح الإنسان عندما تزهق بدون سبب. فالقتل كان متعمدا، والولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بأي خطوة سوى تعبير عن القلق. ثم أنها تطلب من القاتل أن يجري تحقيقا،
ما الذي سينتج عن هذا التحقيق؟ القاتل سيجري تحقيقا. حدث ذلك مع شيرين أبو عاقل وهي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وطلب من الجانب الإسرائيلي التحقيق في الأمر وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية بنتائج التحقيق، مع أن الجيش الإسرائيلي تعمد قتل شيرين أبو عاقلة. إذن هذا القتل متعمد ومقصود لذاته، والهدف هو أنه لا يجب أن يقف عائق أمام ما تريده إسرائيل في هذه المرحلة وفي كل المراحل التي تتعلق بالسيطرة على الأرض وتجريفها من سكانها الأصليين وهم الشعب الفلسطيني للأسف الشديد. نعم أستاذ أمجد، يعني هل كان ينقص إنجاز التعبير إدارة بايدن مقتل أمريكية برصاص الجيش الإسرائيلي، يعني في ظل حالة حراك كبير جدا في الشارع الأمريكي أصلا ضد الموقف الأمريكي تجاه ما يجري في غزة؟ هو يعني أنا متفق مع التحليل الذي يقول إنه إدارة بايدن من البداية هي متواطئة مع 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 إدارة نتنياهو. يعني منذ خطاب الرئيس بايدن في 10/10/2023، يعني بعد 7 أكتوبر بثلاث أيام، عندما تحدث عن حماس تقطع الرؤوس وتغتصب النساء وقتل نعم. الأطفال، تبنى الرواية الإسرائيلية ثم تراجع عنها. نعم. يعني هو بدأ هو بالدعاية للموقف الإسرائيلي، وفي اعتقادي أن الموقف الأمريكي يتطور دائما مع الموقف الإسرائيلي، فإسرائيل تقوم بالفعل في البداية ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لتبرر هذا الفعل وتقدم له التسويغات يعني المشروعية التي تنزع عنه صفة الإجرام. خلينا نتذكر في أول إبريل إسرائيل اغتالت 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة، وطبعا 7 وكان منهم جنسيات كثيرة، بريطانية وبولندية، يعني جنسيات كثيرة، وحتى المسؤولين الغربيين تحدثوا عن مقتل هؤلاء الناشطين. لكن في النهاية، وبالمناسبة مؤسس المطبخ المركزي العالمي هو صديق شخصي للرئيس بايدن وضغط بشكل شخصي وله نفوذ داخل الكونغرس لأنها منظمة إلى حد ما كبيرة، ورغم ذلك تم تمرير الموضوع بعض الغضب العالمي. لكن في النهاية إسرائيل في نفس اليوم، في يوم 1 إبريل، قصفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق للتغطية على هذه الجريمة، فتحول النقد من نقد إسرائيل إلى نقد إيران التي هي التي تدعم المقاومة إلى آخره. يعني باختصار، إسرائيل بارعة في أن توظف هذه الأحداث في أن تغطي على أشياء أخرى تريد القيام به. لذلك أنا أتوقع أن الموضوع سيمر. في الواقع الإدارة الأمريكية لم تكن في هذا الصراع أبدا طرفا وسيطا، ناهيك أن يوصف بالنزاهة. هي في البداية، يعني من البداية إلى النهاية، إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف، ليست وسيطا في، يعني ليست وسيطا خارجيا يحل المشكلة. حتى لو طالت البسالة يعني أمريكيين. أستاذ محمد، فكرة استهداف المتضامنين، يعني هذا المتضامن يعني جاء من بلاد بعيدة وكل رأس ماله يعني إما أن يحمل العلم الفلسطيني أو أن يصور ويوثق، مع أن الكاميرات كلها يعني تصور وتوثق، ليس هو الوحيد. يعني اليوم الصحافة الفلسطينية، الإعلام الفلسطينيون، الصحفيون أيضا يقومون بهذه المهمة. إذن ما الضرر، ما شكل الخطر الذي يشكله هؤلاء على الاحتلال؟ هو الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد لديه أي خطوط حمراء في أي شخص يعارض يعني سياسة والتوسع الاستيطاني وترانسفير والقتل والتشريد والإبادة الجماعية. أي شخص يعارض هذه السياسة مع يعني مهما كان يحمل من جواز سفر لا يهم الاحتلال الإسرائيلي. أريد بس أن أنوه، بخلاف المطبخ العالمي أيضا هناك مواطنون فلسطينيون يحملون الجواز الأمريكي داخل قطاع غزة، وكان مصيرهم الموت ولم يستطيعوا الخروج من القطاع. ماذا فعل لهم الباسبور الأمريكي وماذا فعلت لهم الولايات المتحدة؟ وهو أيضا مواطن أمريكي لم يفعل له أي شيء، هذا لمجرد فقط أنه يتواجد داخل قطاع غزة فعليه أن يعاقب، لابد أن يعني يعاقب. يحمل المسؤولية أنك أنت من اختار هذا المسار وأنت الذي ذهبت إلى المناطق الملتهبة. يا أستاذ جهاد، ترامب يقول بأن الطلبة الذين سوف يعارضون ويتظاهرون سوف نقوم بإرسالهم إلى غزة. إذا كنتم تحبونهم فسوف نرسلكم إلى هناك، ويتحدث بجدية، ويتحدث أيضا سيناتورز من الحزب الجمهوري عن ذلك. فهي سياسة وثقافة. الإشكالية بأن هؤلاء ينقلون الصوت الذي لا يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يصل، مع وجود سياسة التأطير على ما يخرج مثلا من الصحفيين ونعتهم بأنهم إرهابيين أو تابعي لحماس أو إيران أو إلى نحو ذلك،
طب ماذا سوف تقول في مواطن أمريكي خرج مثلا من جامعة هارفارد أو أكسفورد في المملكة المتحدة أو في غيرها من الجامعات العريقة وذهب طواعية أراد أن يسمع ويشاهد ويرى ما يحدث؟ هل سوف تنعت هؤلاء أيضا بأنهم من المنتمين إلى إيران أو الذين ينتمون إلى حماس؟ المقاربة صعبة أو تكاد تكون شبه مستحيلة، ولكن من آمن العقوبة أساء الأدب. نعم. والاحتلال الإسرائيلي آمن العقوبة على مدار عقود، والأمر لا يقف فقط على راشيل أو لا يقف فقط على عائشة نور، ولكن أيضا العشرات غيرهم من نتذكر سفن كسر الحصار. نعم. إلى التي خرجت تسعة من الأتراك قتلوا، وخرج. نعم. أيضا قبل ذلك وتم منعهم ومعاملتهم معاملة سيئة. نعم. وخرجوا من قبرص وكانوا يحملون الجنسيات الغربية، لم يموتوا ولكن لم تشفع لهم جوازات سفرهم في التعنت والتعامل القاسي معهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. عدم الوصول لتهديد كريم خان ووصول لتهديد المنظمات الدولية، ماذا تنتظر منه أن يفعل؟ جوزيف بوريل وهو ممثل السياسة الخارجية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، نعم، في الاتحاد الأوروبي تقريبا اعتذرت إسرائيل عن استقباله، وهو صاحب موقف على الأقل إنساني ومعتدل، ويرى أن ما يجري في غزة هو عملية إبادة. عندما أبلغهم بأنه سيزور فلسطين المحتلة خلال يومين قالوا لا يمكن، لا نستطيع استقبالك حتى ما بعد أكتوبر أعتقد أو بداية أكتوبر، وتذرعوا بالأعياد. فهذا جزء من أعتقد من رد فعل عنيف من جانب الكيان الصهيوني ضد كل من له موقف أخلاقي ضد ما يقوم هذا الكيان في فلسطين المحتلة. عدد من رؤساء الوزراء على سبيل المثال الغربيين، أتوقع أسبانيا ولا أتذكر رئيس الوزراء الآخر، كانوا أرادوا دخول مثلا معبر رفح قبل نعم. إغلاق المعبر تماما، فشلوا في ذلك وأقاموا مؤتمر صحفي في الجانب المصري. نعم. فهو أتوقع، يعني ليس عندي تخمين، أتوقع هؤلاء لو دخلوا ربما يكونوا أهداف الاحتلال الإسرائيلي. هو ليس لديه أي خطوط حمراء لأنه معه الفيتو الأمريكي، فمن معه الفيتو الأمريكي يفعل ما بدا له. أعتقد أن فلسفة الفعل الإسرائيلي تقوم على منع تدويل القضية الفلسطينية باختصار أنها قضية داخلية تخص إسرائيل، ممنوع أي متضامنين دوليين أن يأتوا إلى فلسطين يتضامنوا. إذا أتوا هم غير آمنين، استهدافهم يكون مشروعا، وكما قال الأستاذ محمد، ما دامت الولايات المتحدة مستعدة للتغطية فانتهى الأمر، يعني لن يكون هناك من يحاسب ولن تعرض القضية على مستوى أعلى من القضاء الإسرائيلي. يعني. طب هل المسألة لها ارتباط مثلا في ازدواجية الجنسية؟ يعني مثلا شيرين أبو عقلة هي فلسطينية أمريكية على سبيل المثال، عائشة نور هي أمريكية تركية، هل هذا له اعتبار؟ يعني أن تكون أمريكيا خالصا له اعتبار، وإذا كنت من راشيل كوري مثلا، يعني راشيل كوري ربما خرجت عن هذا طريقة مقتل. نعم. راشيل كوري تشير إلى أن المسألة يعني غير قابلة. نعم. للالتباس. نعم. هو قتل مقصود لذاته وجريمة دون اعتبار على رؤوس جنسية واحدة أو لا، هي الفتاة توقعت أن الجرافة سوف ستتوقف. إذا نعم. ما وقفت أمامها تتوقع هذا وأمام الكاميرات بالضبط. يعني أنا أعتقد أنه هذا معيار لاختبار النوايا الإسرائيلية. إسرائيل تقريبا هي تتصرف كما قلت بمنطق توراتي، والتغطية الأمريكية هنا التغطية السياسية أقل شأنا من التغطية الإيديولوجية التي تقدمها أمريكا والمؤسسة الأمريكية والإنجليكانيين المتعوا بنفوذ قوي في المؤسسة الأمريكية. هؤلاء يعتقدون أن إسرائيل لها الحق في أن تعمل ما تريد، حتى لو قتلت الأمريكيين، حتى لو قتلت البريطانيين والإسرائيليين كما حدث بالنسبة للمطبخ العالمي. فللأسف الشديد الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة هي نموذج مكبر للعنجهية والإسحالة الاستعلاء التي يعني تعاني منها ويعاني منها الكيان الصهيوني، وتنتج كل هذه المآسي وهذه الجرائم التي تقريبا المجتمع العالمي يتعامل معها كجرائم اعتيادية ويحاول تأطيرها. مثلا التصريحات التي تصدر مثلا منسق الشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض دائما يطلق تصريحات مثيرة للسخرية، نحن لا نعتقد أن إسرائيل كان بنيتها. نعم.
أن تقتل الناشطة الأمريكية. نحن نعتقد أن هذه المسألة يحاط بها كثير من اللبس، وننتظر من الإسرائيليين إجراء تحقيقات، بمعنى أنه لا يقر بأن هذه جريمة ابتداء. نعم، من حيث المبدأ دعونا نتابع هذه المشاهد حول مقتل عائشة نور في نابلس. هذا الرصاص الأمريكي اللي بيتم دعمه لحكومة الاحتلال من كل بايدن قتل شعبك، قتل ناس مواطنين أمريكان، كما قتل أطفالنا في غزة وفي جنين وفي تركرم وفي كل مكان. أوقفوا الحرب المجنونة على فلسطين. نقول للعالم أوقفوا الحرب المجنونة على فلسطين. الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال هي تتحمل كل المسؤولية عما يجري، والعالم الظالم الذي يدعم حكومة الاحتلال الآن هي جريمة بشعة ترتكب على أرض بيتها في جنوب نابلس ضمن مسيرة سلمية. في مسيرة سلمية يتم قتل أجانب متضامنين للسلام. أستاذ أبجد، يعني نحن نتحدث عن حصيلة في غضون تقريبا يعني 25 سنة أو 30 سنة 13 متضامنا قتلوا، والموضوع ابتدأ بشكله السافر في راشيل كوري في قطاع غزة قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي عام 2005، وليس انتهاءا يعني بعائشة نور. هل الموضوع قصد أمريكي؟ من يذهب هذا هو مصير ولن نتدخل. هل هذه هي الرسالة التي تريدها الإدارة الأمريكية لكل المتضامنين أمريكان أو غير أمريكان؟ هو بشكل عام ينبغي أولا تحليل حركة المتضامنين الدوليين، لأنه في الواقع هؤلاء المتضامنون يذهبون على مسؤوليتهم الشخصية. نعم. يعني هم يخالفون. نعم. في الواقع المواقف الرسمية للدول، وهم كما قال أستاذ محمد يتوقعون أن الجنسية الأمريكية أو البريطانية أو غيرها أو الأسترالية أو غيرها يمكن أن تحميهم من جنود الاحتلال. لكن في الواقع بما أنه الموقف السياسي الأكبر إذا جاز القول الاستراتيجي الأمريكي يركز على المصلحة القومية الأمريكية أو مصلحة الأمن القومي اللي لن يؤثر فيها مقتل شخص أو اثنين أو عشر أو مية. يعني هو أمجد سؤال بقى، لماذا ينتظر الجندي الذي يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية أمريكية أن تدافع عنه الولايات المتحدة عندما يتم اعتقاله وأسره من قبل حماس؟ هو لماذا ينتظر ولماذا يدافع عنه بايدن وبلينكن وينتظرون؟ نعم. أن تطلق حماس سراح. النقطة المهمة الأخرى متعلقة بتحمير الطرف الفلسطيني. نعم. لي ملاحظة أخرى أيضا فيما يتعلق بالمنطقة الذي يحكم هؤلاء الناشطين. أعتقد أن المسألة ليست لا علاقة لها بجواز السفر ولا بإحساس هذا الناشط بأن الهوية الأمريكية يمكن أن تحميه. هؤلاء مناضلون حقيقيون. نعم. راشيل كوري مقتلها كان ليس عملية مفاجئة، هي مواقف تطورت ذهبت وعادت وذهبت. هذا يعني أنها حيدت الجنسية الأمريكية تماما وتعاملت مع القضية بأنها التزام أخلاقي تجاه الظلم لا يمكن تحمله في بالمناسبة راشيل كوري في عهد أريل شارون بعد اجتياحه للضفة الغربية في عام 2002، يعني هذا يؤكد أنه هناك سياقا متصاعدا. دعني أؤكد فقط على نقطة، أعتقد أنه من أهم إنجازات طوفان الأقصى أو عملية 7 أكتوبر أنها عولمة القضية الفلسطينية، ليس فقط على مستوى المتضامنين لكن حتى على مستوى قرارات الجمعية العامة المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، قرارات الجنائية الدولية، قرارات محكمة العدل الدولية. نحن نتحدث عن مسار من عولمة القضية الفلسطينية. نعم، بدليل ونقلها. نعم. إلى حتى الداخل. نعم. الأمريكي. هذه نقطة حساسة، بدليل الجندي الأمريكي بسلاح الجو الذي أحرق نفسه. يعني هذا أيضا شكل من أشكال التضامن مع الفكرة والتداعيات التي، وأيضا المظاهرات. نعم. الطلابية الحاشدة. نعم. التي كانت في الجامعات الأمريكية رغم التهديد، ترامب يهدد الجامعات ويهدد الطلبة وكل من يفعل سنقوم بملاحقته. ورئيس جامعة كولومبيا استقالت. نعم. شفيق استقالت بالفعل وذهبت يبدو أنها إلى بريطانيا. الأمر المهم في هذا أنه حصلت عولمة للقضية الفلسطينية وأنها صدمت الوعي العالمي بصورة لم تسبق قبل ذلك، وأنه أصبحت قضية فلسطين متماسة مع بالنسبة لهؤلاء الشباب في الجامعات الأمريكية والغربية عموما، متماسة مع حرية التعبير. نعم. متماسة مع حقوق الأطفال، مع حقوق النساء، حتى مع التغيرات البيئية كل هذا أصبح دخل
في مفهوم القضية الفلسطينية. فلذلك حتى الخيمة الفلسطينية جرى تعميمها داخل الكامبوس الأمريكي أو مبنى الحرم الجامعي، بتلاقيهم بيتضامنوا في خيمة، يعملون خيمة تشبه الخيمة الأمريكية الفلسطينية ويلبسون الكوفية إلى آخره ويرفعون العلم. حتى عائشة نور كانت ترفع العلم الفلسطيني في يوم تخرجها. نعم. إذن يعني هذا المتضامن يعلم أن دولته ليست في ظهره، لن تحميه، وربما حذر. يعني بعضهم إذا كان يأتي ويذهب يأتي ويذهب، يعني اسمه يصبح ضمن الأسماء الموجودة على يعني البلاك ليست الأمريكية، ومع ذلك هو يعلم أنه سيتعرض بشكل أو بآخر إلى القتل أو إلى الجرح أو ما شابه ذلك، ومع ذلك يصرون ويأتون، مع أنها مسألة في غاية الخطورة. الجامعات الأمريكية أفرزت جيل لم يكن أحد يتوقع أنه سوف يخرج، ونتحدث هنا بالتحديد عن جيل النخبة في كبريات الجامعات. نعم. الأمريكية، هؤلاء الطلاب والكثير منهم أيضا من خلفيات يهودية، هم طلبة في الأساس. نعم. طلبة يهود، ولذلك الميديا وفوكس نيوز وغيرها من الإعلام اليميني عجزوا في تفسير هذه الظاهرة، فقالوا اليهودي الذي يكره نفسه. نعم. هو في النهاية لازم يؤطره حتى يستطيع أن يتعامل معه، فيبرر بعد ذلك أي فعل من الممكن أن يحدث له. ففسروهم كمصطلح، قالوا اليهود الذين يكرهون أنفسهم. عائشة نور من مخرجات هذه الجامعات. نعم. لأنها تخرجت حديثا من إحدى الجامعات، لا أتذكرها بالتحديد. هذه الصحوة وهذا الحراك الكبير سوف يحدث نوع من أنواع التشوك والصدمة لدى الثقافة الغربية. كما ذكرت، مواطنة أمريكية مزدوجة الجنسية، بلينكين سيقول سوف نقوم بإجراء تحقيق، ولكن عندما يتعلق الأمر بجندي شارك في الاعتداء وفي حرب وقتل الأطفال في الجيش الإسرائيلي ويحمل الجنسية المزدوجة، لا، علينا هنا أن نبحث عنه وأن نطالب الخاطفين ومن أسره بإطلاق سراح. هذه الإزدواجية هي التي سوف تحدث ربكة في العقلية الغربية، خاصة مع وجود الإعلام اليميني الذي يقوم بغسيل الدماغ. ورأينا مثلا ما حدث في بدايات العدوان وبدايات الإبادة الجماعية، رجل 70 أو 60 أظن كان مدمن الجلوس على فوكس نيوز، خرج بعد 24 ساعة قتل طفل جاره. نعم. لأنه مجرد أنه فلسطيني. نعم. غسيل الدماغ الذي ينتجه الميديا الأمريكية بالتحديد تؤدي في النهاية إلى هذه الأفعال. فنعول على ما قام به الاحتلال ضد عائشة وغيرهم من الغربيين والمواطنين الأمريكيين، سوف يعيد تفكير وهؤلاء المجتمع الأمريكي بالتحديد ويعيد حساباتهم من جديد. نعم. إذن سنكون أمام موجة قادمة، ربما هذه أول بعد حرب. بعد العدوان سنكون أمام موجة عارمة ربما من المتضامنين على شاكلة عائشة. دعونا نتابع أيضا ما علق به اللواء فايز الدويري أيضا على فكرة قتل جيش الاحتلال على للمتضامنين ضمن تغريدة له: قتلت قوات الاحتلال 3 أمريكيين متضامنين مع القضية الفلسطينية وعلى فترات متعاقبة. جاء الرد الأمريكي خجولا ولم يحمل أي إدانة لحكومة الاحتلال أو جيشها النازي. هل السبب أن البيت الأبيض لا يجرؤ على انتقاد دولة الاحتلال، أم لأن القتلى يحملون أسماء عربية، عائشة، أبو عاقلة، أم كل ذلك بحسب الدويري؟ أستاذ ياسين، أو كان لك تعليق أستاذ أمجد؟ تفضل. أنا أريد أن أقول فعلا أن حرب غزة أو حرب الإبادة الجارية هي ربما لأول مرة هذا حدث أصبح مؤثرا على الانتخابات الأمريكية. نعم. يعني إدارة الرئيس بايدن مثلا مدفوعة في موضوع الوساطة بأن هناك على الأقل 4 أسرى أمريكيين موجودون فعلا في قطاع غزة وبيد حركة حماس على الأغلب. نعم. فهذا دافع له لكي يقوم بهذه مهام الوساطة، لأنه في النهاية عائلات الضحايا أو عائلات المخطوفين الأمريكيين يضغطون على الرئيس بايدن حتى ربما لإبرام صفقة مستقلة مع حماس. يعني بمعنى أنه يعني دعونا نتفاهم مع حركة حماس بعيدا عن إسرائيل، وإن كان طبعا يعني المراقبين الأمريكيين يعني لا يتوقعون أن يحدث ذلك، لأنه يقولون أنه الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الثمن الذي تدفع لحماس لكي تحرر هؤلاء الأسرى، لأنها تريد، يعني حركة حماس تريد أسرى فلسطينيين، تريد أسرى وازنين يعني. نعم.
البرغوثي وغيرها البرغوثي. فلذلك هذه حرب يعني ستكون حاضرة في الانتخابات الأمريكية، وبالمناسبة هذا مكسب كبير بالنسبة للقضية الفلسطينية في الداخل الأمريكي، خصوصا مع ما تحدث معه الأستاذ محمد قبل قليل عن وجود الجيل التقدمي في الحزب الديمقراطي، عن وجود أجيال أقل أيديولوجية وأكثر استعدادا لتبني فعلا قيم حقوق الإنسان، قيم عالمية، قيم التضامن مع المظلومين إلى آخره. يعني هذا الجيل رغم كل السيطرة التي تحدث عنها أيضا، والتي تحدث عنها هاربرت شيرر أحد علماء الاتصال سماها المتلاعبون بالعقول، فعلا الولايات الأمريكية لديها إمبراطورية أكبر من إمبراطورية إعلامية كونية تسيطر فيها على العقول، لكن رغم ذلك هي لم تستطع أن تسيطر على شباب الجامعات الذين لم يخشوا الفصل، لم يخشوا الطرد من الامتحانات، لم يخشوا الاعتقال، وأصروا على التظاهر رغم انتهاء الموسم الدراسي. والآن هناك عودة بالمناسبة في جامعة كولومبيا، في جامعة جورج تاون في واشنطن، مع عودة الدراسة الجديدة. أستاذ ياسين، الواجب تجاه هؤلاء، يعني هؤلاء أشبه بالمضحين بأرواحهم في سبيل الأفكار السامية، قيم التحرر، قيم الإنسان الحر، قيم مجابهة الاحتلال، ما الواجب؟ يعني الواجب تجاههم هو إظهار يعني القيم التي يحملونها عكس الموقف الأخلاقي الذي يمثلونه على مستوى المواقف، مواجهة الحملة الشرسة التي يقوم بها الإعلام الأمريكي تحديدا، شيطنتهم الذي يقوم بشيطنتهم. وينبغي أن يتم هذا الأمر بالتوازي. في الحقيقة مثلما ينبغي الانتصار لهؤلاء الناشطين من خلال إبراز رسالتهم الأخلاقية، أيضا ينبغي أن كما تحدث قاسم قصير أنه المثقفين والمفكرين متأخرين جدا عن مواكبة طوفان الفعل العسكري على الأرض. الذي حدث هو أنه هناك تنميط لهذا الحدث باعتباره عملا إرهابيا أو عملا قامت به جماعة إسلامية متشددة، وليس عملا نضاليا وطنيا قامت به حركة وطنية من أجل استعادة الأرض والكرامة والمقدسات. كذلك هؤلاء الناشطين، هؤلاء أنا أعتقد أنهم يمثلون بذرة، خصوصا الأمريكيين الذين يضحون بحياتهم وينتقلون إلى فلسطين ويواجهون اليبروت الإسرائيلي، ومثلهم أولئك الذين يخرجون في مسيرة في الجامعات ويواجهون قمع الشرطة الأمريكية. هؤلاء أنا أعتقد أنها البذرة الأخلاقية اليوم التي ستنمو وستكبر، وهي بحاجة إلى أن تظهر باعتبارها نموذجا أخلاقيا مضادا لحالة النفاق الكبيرة التي تحكم المؤسسة الأمريكية، ومضادة أيضا لحالة لهذه النزعة الإجرامية التي تحكم المواقف السياسية الأمريكية حيال ما يجري في فلسطين. هذه البذرة ستفضح لا شك السياسة الأمريكية دائما التي هي وراء كل المصائب التي تعرضت لها الأمم، وليس فقط الشعب الفلسطيني. الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أنها أكبر دولة إرهابية في العالم، وأكبر طرف عالمي مارس الإرهاب ومارس القتل بلا سقف وبلا معايير أخلاقية. حدث ذلك في فيتنام، ثم في حرب الكوريتين، وحدث ذلك في العراق، وحدث في أفغانستان، ويحدث اليوم من خلال دعمها المطلق وإسنادها العسكري الكبير، من خلال حاملة الطائرات التي ترابط باستمرار في شرق البحر المتوسط، من خلال يعني الطائرات التجسس التي تسند الجيش الإسرائيلي، من خلال العناصر الميدانية من قوات الدلتا التي تواجدت في غزة. الولايات المتحدة الأمريكية هي نموذج للشر، وهؤلاء يقدمون نموذجا مغايرا، واعتقد انه سينعكس في النهايه على في شكل ممارسات اخلاقيه للنخبه السياسيه الامريكيه في المستقبل. وهذا الامر سيكون اكثر اهميه واكثر وضوحا اذا ما اصبح يتحكم بشكل اساسي في الاجنده الانتخابيه، بمعنى ان الشخص الذي انحاز لهذه المواقف ربما يحصل على الاصوات، وربما يصبح أو يصل إلى مركز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هل المسألة شبيهة بأوروبا؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تغطية جزاء التعبير لمشروعها الاستعماري في المنطقة، أيضا هناك الدول الأوروبية تشترك لكن ليس بالقدر الأمريكي، أتحدث بالغطاء لدولة الاحتلال. هل الحالة شبيهة أيضا بالدول الأوروبية؟ يعني ماذا لو كانت عائشة نور بريطانية، أو كانت على سبيل المثال فرنسية، هل كنا لنلحظ ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تغطية على هذه الجريمة من خلال الشعور بالقلق وسنبحث وننتظر التحقيق الإسرائيلي، أم أن الحالة واحدة عالميا؟ يعني
أنا في اعتقادي لا، أنه لا فارق يعني بالنسبة للأمريكية إذا كان مبرر لديها أن يقتل مواطنوها. نعم. فأعتقد أنه أكثر تبريرا أن يقتل المواطنين بريطانيين أو فرنسيين. أو أنا أقصد لو كان فرنسيا هل كان ماكرون على سبيل المثال ليتصرف بذات الصورة، لو كان بريطانيا هل كان مثلا رئيس الوزراء البريطاني سيتصرف بذات ردة الفعل الأمريكية؟ أعتقد أنه في ظل صعود اليمين الشعبوي في كثير من أنحاء أوروبا وفي وربما مرتقب أن يأتي ترامب أيضا في المتحدة الأمريكية، أعتقد أنه يصبح مسألة حقوق الإنسان وقضايا الحقوق الفردية أنها أقل شعبية، وأن لا يعود المسؤول الغربي مضطرا أن يدافع عن مواطنين فرنسيين أو بريطانيين أو غيره يقتلون في الأراضي الفلسطينية، باعتبار كما قلنا أنهم ربما اختاروا الذهاب إلى هذا المكان. نعم. يعني في التحليل الأخير الدول الأوروبية والمتحدة الأمريكية تفرق بين القيم والمصالح، هي في الحقيقة ستدافع عن مصالحها وستدافع عن القيم إذا توافقت هذه القيم مع المصالح، لكن لن تدافع عن القيم إذا كانت هذه القيم يعني هي قيم بدون مصالح يعني أو قيم عارية كما يقال أو قيم مجردة. يعني التضامن مع قضية فلسطين هو قيمة مجردة لن تدافع عنها فرنسا أو بريطانيا إلا إذا هذا يعني أثر على المصالح الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية بشكل من الأشكال، عندها ساعتها يمكن نتوقع يعني فعلا مختلفا. نعم. هذا الموقف الأخلاقي يتصادم أصلا مع الموقف الإجرامي لهذه الأنظمة، للأنظمة الغربية، يعني هم لا يرحبون بأي موقف من قبل هؤلاء الناشطين خصوصا إذا تصادموا مع الإرادة الإسرائيلية، هم في حالة تماهي مع المشروع الصهيوني. في النهاية إسرائيل هي مشروع غربي وهي مشروع الحضارة الغربية وهي إفراز الحضارة الغربية، وكل الممارسات تقوم بها إسرائيل فعليا لها أصول إما توراتية أو أصول استعمارية. يعني إسرائيل في النهاية هي كيان استيطاني إحلالي يريد أن ينشئ مشروعه بالعنف على هذه الأرض. ولذلك بالمناسبة يعني أريد أن أقول أنه جزء من الاتهامات التي توجه المقاومة الفلسطينية غير صحيحة بالمرة، لأنه يعني هناك تصور أنه لو لم يوجد الدعم الإيراني لن تكون هناك مقاومة فلسطينية. نعم. طب ماذا يقول هؤلاء في أنه حركة فتح انطلقت سنة 65 وكانت إيران الشاه في ذلك الوقت هي شرط المنطقة وشرط الغرب في المنطقة العربية والمنطقة الشرق أوسطية؟ يعني كيف نشأت حركة مقاومة فلسطينية رغم أن موقف إيران كان مع الغرب في ذلك الوقت؟ عمليا المقاومة الفلسطينية لها قضية وطنية وصحيح تتأثر بالسياق الدولي. نعم. والإقليمي لا يمكن أن تتأثر، لكن رغم ذلك هي ليست انعكاسا للإرادة الإيرانية ولا انعكاس لأي إرادة أخرى، ولا حركة حماس يفترض أنها يعني تنفذ أجندة إيرانية أو ولذلك في بداية هذه المعركة تتذكر أنه المرشد الأعلى علي خامنئي والسيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله كلهم تحدثوا عن أنهم لم يكونوا يعرفوا أصلا بقرار 7 أكتوبر. نعم. اللي واضح أنه هو قرار وطني، ده مش قرار وطني، هو قرار حركة حماس الذي يمكن الاختلاف معه طبعا، لكن على كل حال هو يعني معركة مبررة. وكما قال أنطونيو غوتيريش أمين عام المتحدة أنه هذا الهجوم، هجمات 7 أكتوبر لم تأت من فراغ، يعني هناك فعلا مبرر، هناك ضغط حقيقي على قطاع غزة يبرر هذا الانفجار الذي حدث وهو على صورة انفجار. وأنا في رأيي هذا بداية رد الفعل وليست نهاية رد الفعل. وقرار وطني على كل حال حتى ولو لم يعمد من محمود عباس، لأنه محمود عباس يفترض أن سلوكه المتماهي مع أوسلو الاتفاقيات الفاشلة أو مع تخادمه طبعا مع الجندة الأمنية الإسرائيلية وقيامه بما يعني بعملية قمع لحساب المشروع الإسرائيلي، هل يمكن وصفه بأنه مشروع وطني؟ هل لا يمكن أن تنطبق مصطلح المشروع الوطني على ما قامت به حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة ما لم يكن يعكس حالة إجماع فلسطيني؟ أصلا هذا الإجماع غير متحقق، والسلطة الفلسطينية متورطة مثل الكيان الصهيوني، مثلها مثل الأنظمة العربية. نعم. على سيرة الأنظمة العربية، هذا يساعدنا بالانتقال إلى المحور الأخير، محور العلاقات العربية ومن ضمنها العلاقات الإماراتية الإسرائيلية ودور الإمارات في إذكاء النزاعات في الدول العربية. هذا سيكون مدار حديثنا في محور الحلقة الأخير. الصحافة الإسرائيلية تحتفي بابن زايد أقوى زعيم عربي يحارب الإسلاميين.
أفردت صحيفة يديعو تحرنوت العبرية تقريراً مطولاً للاحتفاء بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد لدوره في تمتين العلاقات مع إسرائيل بدءاً بالتطبيع مروراً بتوقيع عشرات الاتفاقيات المشتركة مقابل انتهاجه سياسة قاسية ضد الإسلاميين. وقالت الصحيفة في تقرير مطول نشرته السبت إن الحرب على غزة لم تؤثر على العلاقات بين إسرائيل والإمارات، بل يرى ابن زايد في الحرب فرصة للدخول بشكل أكبر في قطاع غزة وتوسيع النفوذ هناك بمساعدة إسرائيل التي تشترك مع حليفتها الجديدة في مناصبة العداء لحركة حماس. وقالت يديعو تحرنوت إن بعض الإسلاميين يعتبرون أن تعزيز الإمارات لعلاقاتها مع إسرائيل واتباعها لسياسات تقشفية قد تتعارض مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك تتهم الإمارات بالتدخل في شؤون الدول الإسلامية الأخرى. الإمارات تستثمر في السودان وتدعم قوات الدعم السريع. قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في السودان مستفيدة من موارده الزراعية والمعادن. وأشار الموقع أنه في الوقت نفسه تشير الأدلة إلى أن الإمارات تدعم عسكريا قوات الدعم السريع في صراعها مع الجيش السوداني. وكشف الموقع أن هذا الاستثمار ودعم المتمردين يأتيان وسط أزمة إنسانية حادة يعيشها السودان، حيث يواجه أكثر من 750 ألف شخص خطر المجاعة، وقد قتل حوالي 15 ألف شخص وتهجر أكثر من 10.2 مليون. وختم الموقع البريطاني أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول تأثير استثمارات الإمارات على النزاع ودور الشركات الإماراتية في تأجيج الصراع وتأثير ذلك على سلامة المدنيين في السودان. أستاذ محمد، كيف تقرأ الإشادة الصحفية الإسرائيلية بشخص رئيس الإمارات محمد بن زايد وموقفه من الإسلاميين؟ هي إشادة ليست مستغربة نتيجة لكل ما يقوم به محمد بن زايد، ولكن السؤال لماذا يفعل محمد بن زايد ذلك؟ يعني عندما نتحدث عن شركات طيران قطعت يعني أو أوقفت رحلات إلى تل أبيب نتيجة إلى الصراع ونتيجة إلى ما يحدث هناك، يقوم محمد بن زايد بإقامة جسر جوي ما بين أبو ظبي وما بين تل أبيب، فأي إسرائيلي عالق لا يستطيع العودة عليه أن يذهب إلى أبو ظبي، وسوف يأخذه الطيران الإماراتي عن طريق الجسر الجوي والمسير بشكل يومي، ولا أتذكر بالتحديد عدد الطائرات يوميا، سوف يقوم بنقله إلى تل أبيب. طب لماذا يفعل محمد بن زايد ذلك؟ وما هو الفائدة المرجوة من القيام بذلك؟ بل أكثر من ذلك، قرأت تقارير عبرية تتحدث بأن بعض الرحلات لا تخرج كاملة العدد، معنى ذلك بأن هناك خسارة على الطيران الإماراتي عندما يقوم بهذه الرحلات. فلماذا يفعل ابن زايد ذلك؟ وما هو وجه الإفادة لما يقوم به؟ نتحدث عن الجسر الذي قام بإقامته ما بين الإمارات والسعودية والأردن ومرورا بالاحتلال الإسرائيلي. ابن زايد كسر كافة القواعد، كسر كافة يعني عندما مثلا تقدم مصر أو الأردن على القيام بمعاهدات سلام مع إسرائيل، ربما نتفهم نرفض ذلك ولا نستفيغ ذلك، ولكن نتفهم بأن مثلا هناك فلسطيني يريد أن يخرج من الأردن ويخرج من الضفة ويذهب إلى الأردن وهي الطريق الوحيد له، نفهم مثلا مصر فعلت ذلك نتيجة للحصول على باقي أو ثلثي أرض سيناء مقابل السلام. نعم. ولكن لماذا يفعل محمد بن زايد ذلك؟ هل هو مثلا عقيدة تربطه ما بين الاحتلال الإسرائيلي؟ أسئلة عديدة. ماذا لديك من أجوبة على كم الأسئلة الهائلة الذي تحدث به الأستاذ محمد؟ أعتقد أن 7 أكتوبر أطاح بمخطط إقليمي كانت إيران الإمارات في قلبه. كان محمد بن زايد وهو رئيس الإمارات أعتقد أنه يقود هذا المشروع بكل حماس. تعتقد أنه توقف هذا المشروع أو تعطل أو تجمد؟ فضح. نعم. لأنه جزء من سردية هذا المشروع هو شيطنة قسم من هذه الأمة، الحركة الإسلامية على وجه التحديد.
وإظهارها أنها إرهابية أو تابعة لإيران أو مأجورة إلى آخره. لكن 7 أكتوبر أظهر هذه الفئة من الناس في مقدمة المعركة المشرفة التي تنتصر الأمة وتدافع عن الأمة كما قال الرئيس أردوغان. يعني حماس تدافع عن الأمة وليس فقط تدافع عن الأقصى أو تدافع عن فلسطين أو تريد أن تستعيد فلسطين، وهو حق من حقوق الشعب الفلسطيني على كل حال. فالإطاحة بهذا المشروع ليس هينا، ولهذا أنا أعتقد أن هذا العناد سيستمر، واستهداف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والتواطؤ مع إسرائيل سيستمر. أصبح المسألة لم يعد الأمر يتعلق بطموحات نتنياهو، وإنما طموحات أقرانه أيضا من رؤساء الأنظمة في بلدان العربية للأسف الشديد. وهذا مؤسف ومخزي، لأنه الأنظمة العربية أعتقد أنها لا تحتاج إلى أن تتماهى مع المشروع الصهيوني، ولا تحتاج إلى أن تعقد صفقات مع الكيان الصهيوني. هي دول قائمة بذاتها ولديها إمكانيات اقتصادية عالية، وتتمتع بملاءة مالية كبيرة، وحتى الأنظمة تتمتع باستقرار كبير مع الشعوب، يعني لا مشكلة لديها مع الشعوب. إذن ما هذا السلوك الذي لا داعي له؟ ما هذا الاستعجال نحو عقد صفقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل إلا في حالة واحدة، وأن هذه الأنظمة أصلاً هي صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية وصنيعة الغرب، وهي مضطرة إلى أن تتماهى مع ما يريده الغرب، خصوصاً إذا تعلق الأمر بفلسطين وتمكين للدولة اليهودية في فلسطين كما يطمح إلى ذلك نتنياهو. هل المسألة أستاذ أمجد بحث عن دور إقليمي للإمارات؟ هل هو الشعور بأننا بحاجة أن نكون رقماً في المنطقة يعتمد علينا على سبيل المثال؟ هل يجري استخدام تل أبيب كورقة مرور خضراء للذهاب إلى واشنطن، وواشنطن تقبل أن الممر الإجباري لأي صفقات يتعين أن يمر من تل أبيب؟ هل المسألة كذلك في محاولة للإجابة عن كم الأسئلة التي طرحت؟ نعم، أكيد الإمارات تبحث عن دور. دعونا نتذكر دائما الإمارات سمول ستيت، يعني دولة صغيرة أو دولة ميكروسكوبية مساحتها لا تزيد عن 3,800,000 كيلومتر مربع، يعني هي أصغر من الأردن. يعني في التحليل الأخير لابد أن تبحث عن دور يوازي الإمكانات المالية الهائلة الموجودة لدى الإمارات. لكن الأهم من هذا، أنا أعتقد أنه جزء من تفسير التطبيع الإماراتي والدور الإماراتي، هناك إعجاب بالنموذج الإسرائيلي، يعني هناك إعجاب فعلا، إعجاب يعني حب، يعني عشق للتقدم الإسرائيلي والإمكانات الإسرائيلية التجسسية والقدرات الإسرائيلية. طبعا يعني أنا متفق مع الدكتور ياسين في أنه سردية هذا الإعجاب ضربت في 7 أكتوبر، فعلا ظهر أن إسرائيل ليست بتلك القوة، وأنه هناك حركة مقاومة تستطيع إحراجها وتستطيع أن تأخذ منها أسرى وتستطيع أن تربك كل المنظومة الأمنية الإسرائيلية لعدة ساعات وتتلقى ضربات من هذه المنظومة لفترة طويلة وتصمد دون أن. لكن مرة أخرى دعنا نقول أن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي هو قديم. خليني أذكر بحادثة اغتيال القيادة في حركة حماس محمود المبحوح في دبي في يناير عام 2010، وهذا قبل الثورات العربية من الأساس. والأهم من هذا أنه الثورات العربية الذي فعلته في الحقيقة أنها وضعت أنظمة الاستبداد العربية في خطر، مما أنشأ تحالفا للثورات المضادة طبعا إسرائيل على رأسه. وهناك وإسرائيل هي مستفيدة منه بطبيعة الحال. الموضوع لا يتعلق فقط بالاحتلال الإسرائيلي، نتحدث أيضا عن نزاعات أخرى تشترك فيها الإمارات. الإمارات حاضرة في ليبيا، الإمارات حاضرة في السودان، اليوم حاضرة في اليمن. نعم، في اليمن، في الحالة السودانية تحديدا ربما الحضور صارخ بالنظر إلى الاتهامات المباشرة التي باتت تصدر عن الجيش والمسؤولين السودانيين من أن من يقف في وجه أي اتفاق وتوافق سوداني هي الإمارات التي تدعم قوات الدعم السريع، بحسب حتى البرهان الذي تحدث بشكل صريح. الحضور في الحالة السودانية أيضا، أمس كان هناك تقرير أممي يتعلق بلجنة أممية لتقصي الحقائق حول ما يحدث في السودان. هم أدانوا كلا الطرفين سواء الجيش أو الدعم السريع، ولكنهم ذكروا، ولا أتذكر حقيقة النص، ولكن بأنهم يعني بما لديهم من معلومات أو استطاعوا أن يحصلوا على شهادات تفيد بأن الدعم السريع يقف خلف عمليات اعتداء جنسي، اغتصاب، قتل متعمد، سفك للدماء، انتهاك جنسي بشكل واضح وصريح. السؤال لمصلحة من تقوم الإمارات بهذا الأمر؟
طبعا الإمارات تنفي ونفت ذلك في الأمم المتحدة، عفوا في مجلس الأمن عندما أدينت بذلك، ولكن السؤال هنا لماذا تفعل دولة عربية ذلك الأمر؟ لماذا تقوم ب يعني دعم الجنجويد ودعم الدعم السريع بكل نعم. هذه المقدرات المالية والسلاح نعم. حتى دكتور تاج السر عثمان ربما أجاب على بعض نعم. من تساؤلاتك أستاذ محمد، كتب في تغريدة له على منصة إكس دكتور تاج السر عثمان، قال تقارير جديدة عن تورط الإمارات في دعم التمرد في السودان، هذا تقرير لشبكة بي بي سي الأمريكية عن إرسال الإمارات أسلحة أمريكية إلى الجنجويد وتهريبها عبر تشاد، تسعى إمارة أبو ظبي لزعزعة الاستقرار ليسهل لها السيطرة على موانئ السودان على البحر الأحمر ومناجمه المعدنية الغنية، والحديث يطول بطبيعة الحال عن التحرك والتدخل الإماراتي في غير ساحة، لكن هذا ما سمح به الوقت. بالختام أنتم أيضا مشاهدينا، ما رأيكم بالدور الإماراتي في المنطقة العربية؟ كيف تقيمون هذا الدور؟ هل المبررات التي تقدمها أبو ظبي للتدخل في النزاعات مقبولة منطقية برأيكم؟ اكتبوا لنا رأيكم عبر منصات قناة الحوار المختلفة. بالختام كل الشكر لضيوفي هنا في الاستوديو، الأستاذ ياسين التميمي، الأستاذ أمجد، وأيضا الأستاذ محمد وريور، ولكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة. نلتقيكم في حلقة جديدة من المشهد اليوم، السلام عليكم.